رسالة بتقول أنا متزوجة وعندي أطفال، حلمت إن في حفرة كبيرة في الأرض مفتوحة. الحفرة الكبيرة المفتوحة ديت هو بيدل على الاحتياج الدائم لبعض المتطلبات في حياتك علشان تسد بيها حاجة معينة. احتياج دائم لبعض المتطلبات في حياتك عشان تسد بيها حاجة معينة. دي الحفرة اللي هي موجودة اللي انت شايفاها ديت، يعني حاجات احتياج انت عايزاه، وربنا يسهل عليه يا رب.